وللمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبارسياني. كريم، صف لنا الأجواء، أجواء التعديل الوزاري اليوم. بالفعل جلسة طارئة طلبها الرئيس عبد الفتاح السيسي بناء على تشاورات مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهذه ربما الجلسة التي كانت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي على اختيار أعضاء جدد للوزارات المختلفة، وثلاثة عشرة حقيبة وزارية تم تغييرهم بالفعل اليوم خلال جلسة مجلس النواب. هذه الجلسة الطارئة التي عقدت صباح اليوم أو ظهر اليوم، والتي شملت التغييرات بناء على لائحة أرسلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجلس النواب ليتم الموافقة عليها بالطبع، وذلك طبقا للمادة الخاصة بالدستور، وهي الفقرة الثانية للمادة 147 والمادة 116 والمادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. هذه المواد التي تتيح لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء باختيار عدد من الوزراء وتغيير بعض الحقائب الوزارية، ولكن لابد من موافقة ثلثي مجلس الشعب أو ثلثي الحاضرين في هذه الجلسة الخاصة بمجلس الشعب أو الأغلبية الساحقة في المجلس لاختيار هؤلاء الوزراء للحقائب الوزارية الجديدة. إذا تحدثنا بالطبع عن الحقائب الأبرز التي تم تغييرها، فبالطبع هي وزارة التربية والتعليم، وأيضا وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة والسكان. ولكن دعونا الآن يعني نسرد أهم الوزراء وكل الوزراء الذين تم تغييرهم. إذا بدأنا الآن ربما بوزارة التربية والتعليم، وكما ذكرنا هي ربما الأبرز في هذا التغيير، وتم تعيين السيد رضا محمود حجازي وزيرا للتربية والتعليم. إذا أيضا ذكرنا وزارة الصحة والسكان، وتم تعيين الدكتور خالد عبد الغفار وزيرا للصحة والسكان، وبعد أن كان بالفعل وزيرا للتعليم العالي تم نقله لوزارة الصحة والسكان. الأستاذ محمد أيمن عاشور أصبح وزيرا للتعليم العالي خلفا للدكتور خالد عبد الغفار. الأستاذ أحمد عيسى وزيرا للسياحة والآثار، والأستاذة سهى جندي وهي أو السفيرة سهى جندي وهي وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج بديلا للسفيرة نبيلة مكرم. ربما هذه السفيرة التي لاقت تسقيفا خلال جلسة مجلس النواب، والذين يعني أشادوا بأداء السفيرة نبيلة مكرم في وزارتها في يعني مكانها في الوزارة. أيضا إذا تحدثنا عن وزارة التنمية المحلية، فتم تعيين الأستاذ هشام أمنة وزيرا للتنمية المحلية، والأستاذة نيفين يوسف الكيلاني وزيرة للثقافة، ومحمود مصطفى كمال وزيرا لقطاع الأعمال، واللواء محمد صلاح الدين وهو وزيرا للإنتاج الحربي، بالإضافة بالطبع تم تعيين أحمد سمير محمود وهو وزيرا للتجارة والصناعة، والذي كان بالفعل نائبا في مجلس الشعب، وبالفعل ألقى كلمة خلال الجلسة بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات الأخيرة، وهي 13 حقيبة تم تغييرهم بالفعل خلال الجلسة الطارئة التي عقدها اليوم مجلس النواب بناء على توجيهات وطلب من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. والآن أعود إليكم مرة أخرى.